فأنا عايز أتكلم على هدف قفشة، لأن الهدف الأول اللي أحرزه محمد مجدي قفشة ما شفناهوش من فترات طويلة. هدف قفشة يوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا بيفكرنا بالهدف الرائع جدا اللي أحرزه في مرمى الزمالك في نهائي القرن في 2020. هدف قفشة الأولاني من ضربة ثابتة وعلى مسافة نقدر نقول يعني حوالي 25 ياردة، وسددها على يمين الحارس. لو يكون معانا الهدف الأول لمحمد مجدي قفشة هيبقى هدف رائع جدا، لأن قفشة على فكرة من الأهداف اللي كانت بتنقصه في الفترات الأخيرة، لأن قفشة يقدر بيعمل عرضيات بيسدد بيدخل جوه منطقة الجزاء. حتى الهدف الثالث امبارح اللي أحرزه في الدقيقة 39 دخل كمل كمهاجم تاني. لكن بصوا على هدف قفشة، التسديدة والتصويبة والتركيز. وكمان في نقطة تانية، قفشة لما يروح للكابتن خالد بيبو هي رسالة. كابتن خالد بيبو كان مدير للكرة بيوصل رسالة، بيكلم مع اللعيبة، بيدعم لعيبة. ده نقاط مهمة جدا عايز أتكلم عليها. كمان جمهور الأهلي مدى تفاعله مع هدف محمد مجدي قفشة. فماتش امبارح رغم انه ممكن يكون واضح للكل ان هو سهل، لكن الاهلي اشتغل عليه بجديه. وكولر قال انا قلت للعيبه في المحاضره كده، بصوا الهدف ازاي ركنه. على فكره قفشه ما شطهاش بوش رجله، قفشه ركنها ببطن رجله، الجزء الامامي في بطن رجله في الزاويه اليمنى الزاويه البعيده. بصوا على حركه تسديد قفشه للكوره ببطن الرجل، وهنا متعة الهدف وفي تسجيل الهدف بالشكل ده. ما شفناش من فترة طويلة هدف بيسجل بالشكل ده. ممكن كمان نروح لفكرة المدرب الجديد اللي موجود مع الأهلي في مسألة تطوير الأداء. ممكن نشوف الحاجات دي الفترة اللي جاية، لأن الراجل ما بيبقاش موجود على الدكة، حتى في الرحلات الخارجية بيفضل موجود هنا مع مجموعة اللاعبين اللي ما بيسافروش، أو ممكن يكون موجود في اليوم التالي لو في راحة سلبية مع اللاعبين اللي ما شاركوش في المباراة. تطوير الأداء الهجومي ده جزء من جانب للمدير للمدرب السويسري اللي تعاقد معاه مارسيل كولر، أو تعاقد مع الأهلي بوجهة نظر ورؤية من مارسيل كولر عشان يكون موجود كإضافة مهمة جدا في الجهاز الفني. فدي كانت أبرز النقاط اللي اتكلمت عليها بخصوص المباراة. الأهداف أفشل الهدف الأول، كهربا الهدف الثاني، أفشل الهدف الثالث، كهربا الهدف الرابع. والتغييرات بقى انت بتتكلم كمان على اطار الروتيشن. امبارح دفعت كريم فؤاد في الدقيقه 68، نزل ياسر ابراهيم مكان منعم في نفس التوقيت دقيقه 68، والتغييرين دول داخل في اطار التدوير. انت بادئ بعبد القادر ومنعم، حبيت تريح منعم عشان ما يكونش فيه اصابه نتيجه ان امبارح الماتش كان فيه خشونه شويه من الفريق الاثيوبي، فنزل ياسر ابراهيم. نزل ياسر ابراهيم باللي لعب بجوار رامي ربيعه وكريم فؤاد. امبارح كولر اداله كمان حوالي 25 دقيقه من المباراه بعد ما دفع بيه في ماتش المصري حوالي 10 دقايق ربع ساعة. في الدقيقة 75 نزل طاهر مكان إمام، ونزل تاو مكان كهربا، وكمان نزل نزل الشحات مكان كريستو في العشر دقايق الأخيرة. يعني نقدر نقول إن كولر نجح بشكل كويس جدا في مسألة التدوير والروتيشن، في ظل إن الأهلي مقبل على أجندة إفريقية صعبة جدا 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 خلال الفترة اللي جاية. وكولر على فكرة لما اتكلم على موضوع الأجندة اتكلم على فكرة ان التدوير ده بيعمله لان الفترة اللي جاية في ضغوطات كبيرة جدا بسبب الأجندة وبسبب الماتشات. اتكلم حتى على مباراة الدوري الإفريقي وتوقيتها ما بين أجندة أكتوبر وأجندة شهر نوفمبر. اتكلم على فكرة كمان انك تلعب ماتشات متداخلة ورحلات إفريقية بالشكل ده، صعب جدا انك تلعبها في القارة الافريقية. لما تلعب يوم 20 في تنزانيا ترجع تلعب 24 في القاهرة، وقبل الماتشات دي عندك اجندة دولية والمنتخب واخد لعيبة من الاهلي، وفي كمان منتخبات اخرى زي جنوب افريقيا زي تونس زي مالي. امور بتبقى صعبة جدا. امبارح كولر كان بيتكلم عليها، فبالتالي نجح في موضوع التدوير والروتيشن بشكل كويس جدا في ظل ضغوطات الماتشات اللي هتبقى خلال الفترة اللي جاي. طب ده جانب تاني كنت عايز اتكلم عليه، مسألة التدوير والروتيشن اللي عمله مارسيل كولر. طيب